طلعنا ورا السحور، مشافين الشمس لسه هلا طالعه. على ما ضل يومين لموسم الحبش ليخلص. مثل ما شايفين هاي الخيالات تبع عيون، هذا ديك انتاية وهي انتاية تانية دجاجة. اليوم والله كنا قاعدين يعني قاعد تحت هالشجرات اللي خلفي هون، وبعدين اليوك اجوا من المزرعة التانية. طبعا هذيك المزرعة خاصة ما كان فيني اتقرب عليها اكتر، مسموح الصيد بهي المزرعة فقط. فالحمد لله يعني بحل مش بطال. طبعا كرر وعيد، صيد الانثى ممنوع كان عن باتن في الربيع فقط. يعني بالربيع ممنوع صيد الانثى، بس بالصيف او عفوا بالشتاء بيكون مسموح. مثل ما تشوفون الفحل يعني الدم لسه عم ينقط منه. عمره مش كثير كبير، حوالي السنة. شايفين اظافره لساته صغير يعني السنة عمره. الشغلة الثانية اللي تعرفه من الديك انه مبلغ ولا لا، الريش كله بصير نفس الطول. شايفين عندكم هاي الريشات اللي على الطرف، اربع ريشات. شايفين الاربع ريشات هون اقصر من الريش البنص. الطير البالغ بيكون الريش كله على نفس المستوى، مع انه فرق بسيط هون يعني عن الارتفاع دول الريشتين عن الريش اللي خلفهم، بس هيك بيكون الطير المبالغ. بس انه للاكل هذا اللي بدك اياه، يعني هذا بدك تضربه، ما بدك تضرب الكبير، ما بيكون طعمه طيب. بس شوفوا لي الالوان يعني سبحان الله سبحان الله. لكن قاعد بالشجرات هناك يعني مسافة الضربة حوالي 20 متر. مثل ما شايفين الخيالات أو اللعاب أو ديكويز هذول هما. هما كانوا أربعة بس مسموح لك واحد باليوم، فضربنا المسموح فيه والحمد لله. هاي مكان القاعدة مالتي، يعني ضربة صارت هناك يم كومة العشب بالممر. المنطقة رهيبة، بس الجو حار شوي اليوم. الحرارة تقريبا الدنيا الصبح، بس الحرارة بدها تصير 37. مثل ما بتعرفوا الصايم ما بده يتحرك بهالوقت. شو بدنا نعمل؟ الصيد له حكمه، وهذا المغدور بيودعكم.